Нурсултан Абишулы Назарбаев. رئيس كازاخستان يكتفي بثلاثين عاماً من الحكم ويستقيل. شعب كازاخستان في حالة صدمة، فالرئيس نور سلطان نزاربايف الذي كان يتوقع أن يحكمهم مدى الحياة فاجأهم بخطاب تلفزيوني أعلن فيه التنحي ووقع ورقة الاستقالة على الهواء مباشرة أمام الملايين. جيل كامل في كازاخستان لم يعرف رئيساً غير نزاربايف البالغ من العمر 78 عاماً، والحاكم الأوحد لكازاخستان منذ ثلاثة عقود أحكم خلالها سيطرته على البلد الغني بالنفط والغاز والمنتج العالمي الأول لليورانيوم وأحد أكبر دول العالم مساحة، رغم أن عدد سكانه لا يتجاوز 18 مليون نسمة معظمهم مسلمون. غير متشددين في تطبيق التعاليم الدينية، يوصف نهجهم الإسلامي بالبراغماتي نظراً للخلفية السوفيتية التي حاولت نشر الإلحاد في البلاد. إصلاحات ضخمة قام بها وما زال يحظى بشعبية على نطاق واسع، ورغم التنحي سيحتفظ بنفوذ كبير وسيطرة على البلاد، حيث يبقى رئيساً للمجلس الأمني مدى الحياة، كما أن لقب أبو الأمة يضمن له الحصانة القضائية، فضلا عن أنه سيبقى كذلك رئيسا للحزب الحاكم. أدى رئيس مجلس الشيوخ اليمين رئيسا مؤقتا معلنا مواصلة سياسات نزاربايف والاعتماد على آرائه، كما اقترح تغيير اسم العاصمة من أستانا إلى نور سلطان تخليدا لاسم الرئيس نزاربايف. وتتجه الأنظار إلى ثلاثة أسماء يتوقع أن يخلف أحدها نزاربايف، أولهم دريجة أكبر بناته وابن أخته سامات أبيش المسؤول الثاني في لجنة الأمن الوطني، وحليف الرئيس المقرب كريم ميسموف رئيس أمن الدولة. محمد الزمزمي، إرم نيوز.